عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. اليوم اجي نشارككم طريقة السفوف او سلو، طريقة صحية. تنحتاجوا السفوف ديالنا 500 غرام ديال هذا الطحين ديال الزرع، و500 غرام ديال الشعير. تنحمصوه هكا تيجي، هنوريكم الطريقة من بعد. هنا عندنا كيلو ديال اللوز، تناخدو 700 غرام هكاك، تنطحنوها مزيان بعد ما تنحمروه. هنشوف لك تشوفوا الطريقه حتى هي. نحمروه وتنطحنوه مزيان مزيان باش تنحصلوا على هاد الزبده ديال اللوز. لما تبقي تنديرو تنهرمشوه هكا وتنحمروه شويه للتزيين. عندنا هنا قبصة الملح، وعندنا هنا سميتو هذه مسكة الحرة، تنطحنها مع سكر كلاسي، حبيبات. هنا عندي سميتو زريعة الكتان، تناخدوها تنمسحوها مزيان وتنسخنوها، ماشي تنحمروها، تنسخنوها، لأن إلا حمرتها تتفقد هذا الفيتامينات ديالها، وهي غنية بالفيتامينات بزاف ومزيانة. هنا الجنجلان، خديت كيلو ديال الجنجلان هنايا، حمصتو وطحنتو شوية ماشي بزاف. وهذا هنا عندنا حبة حلاوة، هذا حبة حلاوة عندنا 3 المعالق، والنافع عندنا 2 معالق. هنايا 3 المعالق ديال القرفة، هنا العسل الحر باش تنخلط هاد السفوف ديالي، وعندنا الزيت، زيت الزيتون. في الحقيقة هاد العام درت الزيت، اما العام اللي فات كان هذا تنخرجو تنخد سميتو النواشف كلهما، يعني الطحين والزنجلان وسميتو، تنديهم عند الناس المختصين باش يطحنو وتنطحنو. صافي هذاك هو الزيت ديالو، ملي تيطحن داك الزيت كلها تتخرج، ما تنديرش الزيت لا زبده لا زيت لا والو، صافي سوا تنجي تندير العسل. ولكن هذا العام بما ان احنا في الحجر الصحي ضروري عندي باش نخلط، ندير زيت الزيتون على بركة الله. غادي نوريكم الخطوات مرحلة مرحلة، تحمص ديال الطحين والزنجلان. يلا معنا نحمرو الزنجلان، تنديرو مقلاه فوق النار، تنبقاو نحركو. كاين تيديرو في الفران، ولكن الفران خصك تحضيه مزيان، انا كان بعد خطأ تيغفل تيتحرق، ما هو تيحمر مزيان. انا تندير هاد الطريقه فوق المقلاه، تنبقى هكا تنحمرو. اما بالنسبه لهذا الطحين، يعني الزرع والشعير اللي تنحمر، تنحمرهم في هذا الطنجره الضغط، تناخدوها تنشعلو النار على نار مهيله، تنديرو دقيق الزرع، بسم الله، تنديرو النار مهيله وتنخليه وتنبقاو نحركو شويه بشويه حتى يتحمر. الخطوه الثانيه هي بعد ما حمرنا الدقيق ديالنا طحين، ها هو كي تيجي غربلتو خليوه على جنب. بالنسبه للزنجلان ها هو حمرتو، بقينا نطحنوه. دابا نطحنو الجنجلان، بسم الله،
نحاول نطحنوه ماشي بزاف، هي شويه نخليوه هكا عباره عن حبوبات هكي تيجي هكا نطحنوه. نعاودو طحنه ثانيه احنا سالينا السمسم الجنجلان هاك تيجي. دابا بقى لنا الخطوه التاليه هي كيفاش نحمرو اللوز. تناخذ مقلاه وندير فيها اللوز وندير نشعل عليها النار، النار تكون مهيله نخليه يتحمر مزيان. تنكونوا من قبل مسحناه بشي منديل عدلناه باش يتحمر يتحمر ورجعوا معاكم. ها هو قربي يتحمر صافي. صافي نشاو عليه هكا بغيناه صافي. دابا بعد ما حمرنا اللوز غادي نطحنوه، نطحنوه مزيان حتى يولي بحال الزبده. لاحظوا معايا كي ولا اللوز طحنتو مزيان حتى ولا بحال شي زبده هكذاك. هكا تنقصوا علينا الدهنيات في السفوف ديالنا كسلو عوض نديرو الزبده وداكشي. نحاولو نطحنو اللوز مزيان باش تيعطيني هذاك الدهنيات باش نجمع السفوف ديالي. دابا غادي نهرمش شويه اللوز ها هو اللوز ها هو هرمشتو هاكي تيجي هكا احسن. من حسن الا قليتيه هذاك القلي وداكشي تيفقد هذا الفيتامينات ديالو. هذا هو كي تيجي. قلنا الخطوه الاخيره هي اننا باش نخلطوا جميع المواد اللي قديمه. بعد ما شرحت لكم الخطوات ديال التحماص وهذا، دابا غادي نديرو نخلطوا الصفوف ديالنا. تنديرو مكسعة نضعو فيها طحين المحمص، نضيفو الجنجلان ديالنا غادي نضيف زبدة ديال اللوز سقط تنوضعو هكذا. تنضيفو اللوز مهرمش تنضيف ذرة الكتان. عندها فوائد كتيرة بزاف بزاف. تنضيف القرفة ثلاثة المعالق، تنضيف حبة حلاوة، وتنضيف النفع. تنضيف قبصة الملح تناخدو بعد الحبيبات ديال المسكة الحرة تنضيفو عليها شوية سكر كلاصي
تناخدو كاس نبقى نبركو عليها هكذا حتى تولي مطحونة. هالسكا الحرة بعد ما طحناها دقيناها هكاك بالكاس، دابا بقى لنا نخلطو بسم الله. نخلطو النواشف هكا ومن بعد نخلط ب ندير السكر ندير العسل دابا نضيف العسل ديالنا بسم الله. نضيف الزيت نبقى نخلط نكمل الخلاط ونرجعوا معكم بلا ما نطول الفيديو. بعد ما خلطوه ها هو كي تيجي رائع. زدت واحد كاس ديال الزيت من بعد هذوك داك الكاس الكبير، زدت واحد الكاس صغير صافي. العسل جاني هو هذاك، هذاك الكاس هو اللي كفاني. دابا بقى لي نقدمه لكم في طبق التقديم. شوفوا كيف جا، ها هو درناه في طبق التقديم. تتمنى يعجبكم ويروقكم. درته في هنا عبارة عن ديبول هكا، هاهو. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا لي اللايكات لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.